منو مننا ما سمع بالبروكسي؟ ومنو مننا ما بيستغنى عن انه يفتح المواقع المحجوبة او حتى انه يتخفى باستخدام البروكسي؟ طيب هل فكرنا احنا كلمة بروكسي يعني شنو؟ فوائد والخاصة شنو؟ طيب في الفيديو ده احنا حنتكلم عن انواع البروكسي وفوائده. اولا تعريف البروكسي. البروكسي هو تطبيق بيتم تركيبه على خوادم تسمى بالسيرفرز بروكسي، وتعتمد عليها وتعتمد على الشبكات الداخلية مزود الخدمة، بيعمل كوسيط بين المستخدمين، وهو يساهم بجزء لا بأس به في الحماية والسرعة والأمان، فضلا عن عزله للشبكة عن الشبكة الخارجية العالمية www. أسين إحنا كده طيب عرفنا البروكسي كتعريف علمي، لكن البروكسي ده بيفيدنا في التخفي كيف؟ طيب نحن قلنا البروكسي هو بيعمل كوسيط، تمام، وكل دولة تقريبا أو مزود خدمة بيعتمد على بروكسي معين. طيب نحن لو قمنا بتغيير البروكسي ده لبروكسي دولة أخرى، اللي بيحصل شنو؟ اللي بيحصل إنه نحن حنتمتع بخصوصية وأمان تام أثناء تصفحنا على الإنترنت، لأنه بياخد الآي بي بتاع دولة أخرى، وبالتالي موقعنا وهويتنا على الإنترنت حتتغير على حسب البروكسي المستخدم. طيب هل البروكسي ده في منه أنواع؟ طبعا أكيد أي حاجة إحنا عندنا منها كم نوع. في نوع الأول بيسمى أنونيموس. أنونيموس ده بيستخدم بالشكل الأساسي للتصفح الكامل الخفي، زي ما قلنا نحن قبال كده إنه البروكسي بيقوم بغير من منطقتك لمنطقة أخرى حسب البروكسي المستخدم. إذا كان البروكسي المستخدم في ألمانيا معناها إنك أنت حتكون كأنك قاعد في ألمانيا. طيب النوع الثاني اسمه أنونيميتي هاي، ده كمان برضو بيستخدم في التخفي، بيستخدم أيضا عشان يسرع الاتصال، وده بيجي مع المزود حق الخدمة. طيب النوع الثالث اسمه ترانسبيرنت، وده بيستخدم للتصفح العادي. كده عندنا بقى 3 أنواع من البروكسي بتاعنا. طيب نحن نجي نشوف ما علاقة البروكسي بتخطى حجب المواقع، أو إنه البروكسي ده بتخطى لي المواقع المحجوبة كيف. لو ركزنا في كلامنا الفات اللي قلناه قبل شوية حنعرف إنه ليه البروكسي ده بيقدر يفتح لنا مجموعة من المواقع المحجوبة. في الحقيقة هو حجب الموقع ده بيتعلق بدولة معينة، بمعنى أوضح الدولة أو الشركة اللي بتقوم بتزويد المستخدم بالإنترنت هي ذات اللي بتقوم بتحدد ليه المواقع المسموحة والمواقع الغير مسموحة، وده كله بيتم عبر الاي بي بتاع الدولة المعينة او دولة بطريقة او باخرى. طيب اسي نحن كده اتضحت لنا القصة، عند استعمال البروكسي بنقوم بتغيير موقع متصفحنا كما ذكرنا سابقا يعني، وبالتالي انه الجولة اللي أنا بأخذها عبر الإنترنت أو المزودة بالإنترنت بتتغير بحسب البروكسي المستخدم. طيب كيف يمكن الحصول على بروكسي؟ في الحقيقة في كم طريقة للحصول على بروكسيات، منها برامج ومنها طرق يدوية، لكن يجب التمييز بين البرامج اللي بتدي اتصالات الفي بي إن والبرامج اللي بتدي البروكسي، والفي بي إن ده إن شاء الله لاحقا حنتكلم عنه. وكمقدمة بسيطة عن الفي بي ان والفرق بينه وبين البروكسي، هو انه الفي بي ان بيزود لي المستخدم بشبكة وهمية وبتأثر لي على الاتصال كافة، يعني باعتبار ان الموبايل او الجهاز اللي انا مستخدم عنه هو وانا وكلنا في دولة تاني. اما البروكسي في طبيعة الحال بيأثر لي فقط على المتصفح، مثلا انا شغالة بجوجل كروم، هو بس بيكون البروكسي في جوجل كروم فقط، ما عنده علاقة بأي حاجة داخل الجهاز. غالبا ما إنه الأشخاص عبر الإنترنت بتوهموا إنهم أي حركة بعملوها في الإنترنت أو أفعال أو نشاطات عبر الإنترنت بيفتكروا إنها هي خاصة ومجهولة، لكن في كل مرة أنت بتزور فيها موقع معين أنت بتترك بطاقة زيارة اللي حنتكلم عنها لاحقا في فيديو آخر إن شاء الله، بتعرف بالكوكيز. الكوكيز او بطاقة الزيارة دي بتكشف انت من وين جاي ونوع الكمبيوتر اللي بتستخدمه شنو وتفاصيل اخرى مختلفة. موضوعنا الاساسي هو عن الانونمايزر. الانونمايزر هو عبارة عن اداة بتخلي نشاطك في الانترنت غير قابل للتعقب، وما كده بس بخليك انك تتصفح الويب دون انه يكشف اي معلومات شخصية عنك،
ما بيختصر الأمر على إخفاء عنوان IP الخاص بك فقط وسجل الإنترنت، لكن برضو كمان بيعمل على إنه يلقي حظر المواقع المحظورة مننا، بيعمل لها إلقاء لحظر المواقع. يعني أي موقع نحن عندنا محظور هو بيقدر يلقيه وبيخليك إنك تتنقل في المرشحات بتاعت الويب كله. لكن أي حاجة عندها جانبين، الجانب الكويس والجانب السيء. سبق وتكلمنا عن الجانب الكويس للأنونيمايزر بروكسي، لكن حنتكلم عن الجانب السيء. والجانب السيء ده بيكون في إنه الأشخاص اللي بيتعاملوا في الأشياء الإجرامية والتخريبية والاجتماعية والسلوك الغير مقبول وغير الحميد على الإنترنت حيستخدموا الأنونيمايزر بروكسي في الجوانب السيئة والغير حميدة. ناخد مثال على الأنونيمايزر بتاعنا أو المجهول بتاعنا ده. في واحد من الناس استخدم بريد إلكتروني تابع لموقع انتحال شخصية عشان يحتل على الناس وياخد منهم معلومات. قام رسل بريد إلكتروني احتيالي لمئات الأشخاص. لما جات الشرطة إنها تتعقب البريد الإلكتروني اللي تم منه إرسال الرسائل الاحتيالية، وصلت لطريق مسدود لأنه أوريدي الشخص المحتال كان مستخدم الأداة بتاعة الأنونيمايزر. مثال تاني، في مدرسة من المدارس قامت بحظر جميع التطبيقات اللي بتوصل الزول بمواقع التواصل الاجتماعي، وقامت أولها بحظر الفيسبوك في اللاب بتاع المدرسة. ففي واحد من الطلاب سمع بالأنونيمايزر بروكسي وقام مشى براح نزله من جوجل عادي وخش الفيسبوك، والمدرسة بقت متحيرة. وبكده نكون خلصنا حلقتنا لليوم، ونتلاقى في حلقات قادمة إن شاء الله. ما تنسوا تعملوا لايك، وما تنسوا تفعلوا الجرس، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة، وشكرا مقدماً.